احتضن مركز الإصلاح والتهذيب بمدينة سلا حفل إفطار أقامته حكومة الشباب الموازية بشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. أهداف هذا الحفل متعددة، ومن ضمنها فتح جسور التواصل مع العالم الخارجي ومختلف فعاليات المجتمع المدني بهدف تمكين نزلاء المركز المذكور من الترويح على أنفسهم خلال هذا الشهر الفضيل. هذا شرف لنا كحكومة الشباب الموازية، كذلك نتوجهوا لهاد الشباب اليوم في وضعية في حاجة لنا تما يكون عندهم هيكل شبابي يدافع عليهم ويوصل المعاناة تاعهم. والهدف منا كحكومة الشباب الموازية كذلك إيصال صوت الشباب سواء داخل السجن سواء خارج السجن لكل النخب السياسية. وتأتي هذه المبادرة التي قامت بها حكومة الشباب الموازية التي أدخلت الفرحة والسرور على نزلاء المركز، وبالتالي تحفيزهم على الانخراط في مسلسل الإصلاح المبرمج. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحفل يندرج كذلك في إطار استراتيجية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الهادفة بالأساس إلى أنسنة الفضاء السجني.